السلام عليكم، اهلا بكم حبابي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. جبرتوني هذا النهار غادي نمشي للسنترو ديال مدريد. نتوما عارفين هذا الشهر هذا كتكون اجواء تما مزيونه يعني احتفالا بالنبيدات. كيعجبني نمشي خصوصا في هذا الوقت هذا، كيكون ديك الديكوراسيون ديك الديوان اللي كيعدلوا في المدينه، كيكون ديك الاجواء رائعه. عملت مع الصديقة ديالي في نص النهار غادي نتلاقاو تما باش يعني نجوزو وقت طويل شوية. المهم غادي نشارك معكم هذا النهار والأجواء كيفاش عاملة. كنتمنى يعجبكم الفيديو. دابا وصلنا السنترو ديال مدريد سول. هذا رائد ديالي كيعجبوه الحمام. فحال اي نبيداد المدينة مزوقة ومزيونة صراحة بزاف كيف ما كتشوفوا، ولكن هاد العام يعني كتحس بشويه كاين الفرق، ما عرفت يعني كتحس ما كاينش الناس بزاف يعني في الزنقه، وحتى ديك العروض اولا اللي كيبقاو يعملوا في الساحات سول ديك المواهب والرقص وهذا داكشي اللي كيعملوا الغناء يعني كيعطي واحد الطابع واحد الترفيه والمتعه. حق هاد العام هذا شويه كلشي مبدل. قلنا الاوتليت اللي كاينه في قريبا سول تما، قلنا ما نعرف نجبروا شي حاجه تعجبنا، وقلت علاش ما نشاركش معكم يعني جوله في هذا المحل. كاين يعني بزاف ديال الماركات. هذا المحل كيبيع الحوايج اللي كيكونوا باقين في ستوك ديال الشركات اولا ديال بعض الماركات اولا بعض الحوايج اللي كتكون جازت لهم التيمبورادا ديالهم، فهنا يعني كيعاودوا يبيعوهم وكينقصوا لهم طبعا شويه الثمن، وكيبيعوا هنا حتى بعض الحوايج اللي فيهم بعض الديفوهات صغيره وكينقصوا لهم حتى هما الثمن على الثمن ديالهم الاصلي.
ودابا جا الليل كيشعلو يعني ديك الأضواء، المدينة كترجع غزالة. كانت هذه هي الجولة ديالي اليوم في مدريد، كنتمنى يكون نال إعجابكم الفيديو، وشكرا على المشاهدة. بسلام عليكم، لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك في القناة.